نعم. إذا دعينا نتحدث عن الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة وكيف إنها الرخاء والتنمية المستدامة يرتبطان بحقوق الإنسان كيف؟ is an important part of the international system and Switzerland is a country that enjoys the benefits العالمي. Of the system. It needs to contribute and it needs to make sure that human rights are being respected and that is done through maintaining peace, prosperity and ensuring sustainable development. في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات. تقولين إنك ستمثلين سويسرا في نموذج محيطة المتحدة. قلت إنك أمريكية. كيف تكونين أمريكية وتمثلين سويسرا أو سويسرا في نموذج الأمم المتحدة؟ ما نوع الأبحاث التي تقدمينها؟ ما تقدم نوع الأبحاث التي ستقدمينها؟ politics اقتصادية أم سياسية؟ لقد قدمت بحوثا عن حقوق الإنسان وعن كوفيد 19 جائحة كوفيد 19 The Swiss point of view on human rights. بالطبع من وجهة نظر دولة سويسرا. Yeah. So let's talk more about the Swiss point of view concerning human rights. What is the human rights from the Swiss point of view? ما هو حق الإنسان؟ ما حق الإنسان من وجهة النظر السويسرية؟ Switzerland is also against the death penalty. That is something that they're working towards. تناهض عقوبة الإعدام. وكذلك ايضا تسعى حكومة سويسرا الى تقديم مزيد من اللقاحات لجميع دول العالم. هذه هي خططنا في سويسرا وتحت اللقاحات لدول العالم النامية. هل تعتقدين ان حقوق الانسان او التنمية المستدامة هذه المفاهيم ستكتسب أهمية في العالم مع بعد جائحة كوفيد 19؟ That will be able to build back better and focus ourselves better in order to address these problems. نعم عشت في إسبانيا. نعم إذا تعلمت الإسبانية. نعم أنا أتحدث لغتين. إذا أنت تتحدثين لغتين. I know nothing about Spanish. لا أعرف شيئا في الإسبانية. So let's talk about the international relations. How do you see the international relations as long as it's your major now in the domestic? كيف ترين العلاقات الدولية بصفة كبيرة؟ It's really interesting because I've always followed topics of international relations, but بالطبع لقد درست موضوعات ومواد تتعلق بالعلاقات الدولية. Analyze how these events are reported. Analyze بالطبع وأقوم بتحليل كيفية تحليل وكالات الأنباء للأحداث الدولية المختلفة. بالطبع درست أكثر باللغة يفيدوني كثيرا في هذا. Have been invented after the Second World War. It's the Third World. Do you agree with this expression? هل تتفقين مع تعبير العالم الثالث الذي تم شكه في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ نعم أعتقد هذا التعبير بعد الحرب العالمية الثانية وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي. We should be more fluid with our terms. ينبغي but I also don't have the appropriate substitution. I don't really know. Perhaps developing countries would be a better term to use. Do you think it could be the underdeveloping countries? كيف تنظر سويسرا إلى الدول التي يقال عنها أنها دول متخلفة وصفة خاصة هنا في قارة أفريقيا؟ سويسرا حكومة سويسرية تقدم مزيد من اللقاحات وللأبراد وكذلك التكنولوجيا المتقدمة. Let's talk more about the better education system. How do you see the better education systems? كيف ترين سبل الارتقاء بالتعليم في قارتي آسيا وأفريقيا وفي أمريكا اللاتينية مثلا؟ أعتقد أنه من الأهمية بمكان متاحة التعليم وبصفة خاصة التعليم الأساسي لجميع من يحتاجون التعليم.
وحتى تتمكن من الحصول على وظيفة. إن لم تكن هناك لك وظيفة ينبغي أن تتحقق قدر من التعليم يهيئ لك وظيفة بعد التخرج. من أفريقيا وفي مصر تحديدا زرت مصر ثلاث مرات. كيف ترين تحسن الوضع في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية؟ I don't know, there's a lot of life here. بالطبع يعني and I enjoy having conversations with people to learn a little bit more about this country. الوضع تحسن كثيرا. Are you following the economic development here in Egypt, the politics, everything? A little bit, yes. والسياسية I'm not a professional. I'm not نعم an expert, أنا أتابع طبعا كل ما يحدث على ساعتين الاقتصادية والسياسية. إنك ستصبحين يوما خبيرة في الشؤون الدولية والسياسية والاقتصادية منها. Can you repeat the question, sorry? سؤالك مرة أخرى. You're going to be an expert in the international relations after having your degree. Yes, in a few months. So how do you see the role played by Egypt in the Middle East? كيف ترين الدور الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط؟ أعتقد أن هذا المنتدى الذي نشهده الآن هو خير دليل على هذا الدور. شباب من جميع أنحاء العالم تتم دعوتهم للحضور وبحث كثير من الموضوعات العامة ويتبادلون الخبرات والمعارف. هذا بالطبع يعطي مصر ثقلا وصورة أكثر فهماً. In the new system. هل تعتقدين أن بعض الدول ينبغي أن تقوم بدور أكبر بعد في فترة ما بعد كوفيد؟ نعم بالتأكيد. شكرا لك شكرا جزيلا. Welcome to Egypt again. سعدت بتضافتك في برنامجنا. شكرا لك شكرا جزيلا ومرحبا بك.